أشاد سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعه والتجاره باهتمام ودعم صاحبه السمو الملكيه الاميره سبيكه بنت ابراهيم آل خليفه قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله بتأسيس سوق دائم للمزارعين كمنصة نوعية لتشجيع وترويج المنتجات المحلية للمزارعين البحرينيين جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سعادته لسوق المزارعين الدائم بهورة علي حيث اطلع سعادته على المشروعات التي يقدمها التجار في سوق المزارعين الدائم حيث أكد بان حكومه مملكه البحرين تحرص على متابعه جميع القضايا المتعلقه بالقطاع التجاري والعمل على مواصله تحفيز بيئه اقتصاديه وتجاريه مشجعه للنمو والتوسع والاستثمار في وذلك في اطار الجهود المستمره لمتابعه مستجدات العمل بالاسواق على كافه الاصعده والاطلاع ايضا على احتياجات التجار